لأول مرة منذ عام 2012 الرئيس التونسي يزور ليبيا، والأمن والاقتصاد على رأس أولوياته. هل تنقذ الطاقة المتجددة قطاعات الكهرباء وتقلل من الانقطاعات في العالم العربي؟ لن أسكت، حملة كويتية لمواجهة موجات التحرش الجنسي. برنامج اليوم مع باسل صبري ورؤى ريان. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج اليوم. صباح الخير عليك يا رؤى. يسعد صباحك باسل. نبدا هذه الحلقه من العراق اللي فيها اليوم ربما الترقب هو سيد المشهد هناك في انتظار توصيات خليه الازمه النيابيه بشان حظر التجول وامتحانات نصف العام. طبعا يعني خلية الأزمة النيابية ستعقد اجتماعا اليوم يوم الأربعاء بحضور وزيري التربية والصحة، وفيه سترفع التوصيات إلى اللجنة العليا، تتضمن رفع الحظر الكلي والإبقاء على الحظر الجزئي، ومن بين أيضا التوصيات التشديد على لبس الكمامة واستغلال القاعات الكبيرة وعدم السماح بالتجمعات واعتماد التباعد الاجتماعي. وطبعا في انتظار نتائج الاجتماع كان هناك الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد مرتضى المدرسي أداء اللجنة بقوله سبب ازدحامات بغداد وتراكم المعاملات والمراجعين في الدوائر وارتفاع نسب الفقر وتأخير اللقاح وتعطيل التعليم، كلها سببها خلية الأزمة. أما فراس الشاوي وافقه الرأي وكتب مخطط مدروس من قبل خلية الأزمة لتدمير كل شيء في العراق وأهمها التعليم بحجة كورونا. طبعا بينما يتساءل حيدر عن ملف اللقاحات وغرد قائلا إلى يومنا هذا لم تصل اللقاحات إلى العراق التي تزعمون أنكم قد تعاقدتم عليها، وكان الوزير والناطق باسم الوزارة يعد الناس بأن العراق قد تفاهم مع الشركات المصنعة وأنه سيكون من أوائل الدول التي سيصلها اللقاح. بدوره انتقد محمد التأخر في البت في موضوع التعليم بالعراق وكتب هناك حرب على التعليم بقيادة المبعوث والمصلح، وهو طالب قبل كورونا ما كان يعرف عاصمة تركيا، وسنتين ماكو دراسة، أتوقع حتى عاصمة الرياض العراق الحين ما يعرفها. في زيارة هي الأولى من نوعها وفي إطار جهود تونس التي تلعب دورا مهما بعد التطورات السياسية في المنطقة، يبدأ الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء زيارة رسمية إلى ليبيا في إطار التشاور والتنسيق بين قيادي البلدين. وحسب مصادر مقربة من الرئاسة التونسية فإن أهداف الزيارة تتمثل في تهنئة الحكومة الليبية الجديدة ودعم مسارها، ثم وضع خطة جديدة لمجابهة المخاطر الأمنية التي تهدد البلدين. طبعا ويرى متابعون أن هذه الزيارة تأتي بعد اضطراب في العلاقات الاقتصادية التونسية والليبية خلال العشر السنوات الماضية، وبعد تراجع الصادرات ما بين البلدين بنسبة 50%، وأيضا دخول 300 ألف تونسي البطالة منذ عام 2011 بعد أن كانوا يعملون في السوق الليبي. ووفق تقارير صندوق النقد الدولي فإن السوق الليبية تستوعب حوالي 70% من الصادرات التجارية التونسية المتنوعة. في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا، يتوجه الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء إلى ليبيا في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس تونسي منذ 2012، وذلك بعد تأدية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة اليمين الدستورية. ودون شك لهذه الزيارة انعكاسات إيجابية على اقتصاد البلدين، فتونس التي ظلت الشريك الاقتصادي الأول لليبيا على امتداد عقود، حيث كانت السوق الليبية تستوعب نحو 70% من الصادرات التونسية، تسعى إلى استعادة نسق تبادلاتها الاقتصادية التي تقلصت إلى ما يزيد عن 40% خلال الأعوام الأخيرة. هو مهما كانت الأمور ستمثل متنفس اقتصادي، لأنه تونس عندها امتيازات كبيرة جدا بالنسبة لكل دول العالم تقريبا. لما نتحدث على ليبيا، الحدود البرية مع ليبيا تجعل أي عملية نقل يعني غير مكلفة بالنسبة لكل البلدان الأخرى، ثم أن توفر اليد العاملة وتوفر الكفاءات في تونس، ثم يعني جانب اللغة، جانب التاريخ، الحضارة، كله يعطي إلى تونس امتيازات. من جانبها تراهن ليبيا ما بعد الحرب على استعادة نسق مبادلاتها مع الجار التونسي رغم صعوبات الواقع السياسي والأمني.
أكيد الظروف اللي تمر بها البلاد هي لازم تأخذ في عين الاعتبار. إن شاء الله حيكون لحتى المشروعات الاستراتيجية نصيب في هذه المشروعات. ورغم الصعوبات التي مرت بها العلاقات الاقتصادية الليبية التونسية، فإن مستقبلها سيكون أكثر قوة وازدهارا إذا توافرت الظروف الملائمة حسب المتابعين. وزيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ليبيا أولى هذه الخطوات. ومعنا الآن من طرابلس الكاتب والباحث السياسي الأستاذ محمد شبار. صباح الخير عليك أستاذ محمد. يعني في البداية، كيف تقرأ هذه الزيارة وتوقيتها الذي يأتي بعد أيام فقط من مباشرة الحكومة الليبية مهامها بشكل رسمي؟ بداية صباحكم سعيد وطابت أوقاتكم بكل الخير. طبعا الصفة المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، بالتأكيد هذه حجم العلاقة، العلاقات الليبية التونسية يعني بدأ منذ زمن طويل، يعني نتحدث عن أكثر من 60 إلى 70 سنة مضت. حجم التبادل التجاري صحيح أنه تقهقر بشكل كبير خصوصا في ظل جائحة كورونا، وأيضا الجانب الآخر هو جانب الفوضى الذي مر بليبيا بعد سنة 2011. طبعا حجم الصادرات وصل إلى 5 مليار دولار في سنة 2009. تقهقر هذا حجم هذه التبادل التجاري إلى 0.5 مليار. أيضا هناك يعني سياحة علاجية قدرتها غرفة التجارة التونسية إلى ما يزيد على أكثر من 100,000 ليبي يزورون ليبيا تونس سنويا من أجل العلاج. أضف إلى ذلك أن هناك أكثر من 150,000 تونسي من الأيدي العاملة كانوا يعني متواجدين بليبيا. انخفض هذا العدد إلى ربما 4,000 فقط. إذن حجم التبادل التجاري وحجم العلاقات الاقتصادية حجم كبير جدا، وأعتقد أن ليبيا تعد المتنفس الثاني بعد طبعا الاتحاد الأوروبي يعني للجمهورية التونسية. بعد يعني كل ما ذكرت أستاذ محمد، يعني ما الأهداف الأساسية لهذه الزيارة؟ وبرأيك يعني هل من المتوقع أن تشكل انفراج اقتصادية للبلدين قريبا؟ طبعا الانفراج الاقتصادي سواء كان للدولة الليبية أو للجمهورية التونسية التي طبعا تعتمد بشكل كبير على ليبيا، خصوصا فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري المتعلق طبعا بالصناعات، سواء كان الصناعات الغذائية أو حتى الصناعات الأخرى التي تعتمد على القطاع الخاص. هذه الزيارة في اعتقاد الخاص تأتي في طور التنافس الدول حول جني مكاسب اقتصادية من خلال هذه الشراكة، ولكن أعتقد أن هناك يعني مبادئ أساسية على الحكومة مسألة طبعا إنجازها، خصوصا فيما يتعلق بمسألة خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وأيضا جمع السلاح والإصلاح المؤسسي. طيب ماذا الذي طبعا ليبيا اليوم تعج؟ طيب ماذا عن ضبط الحدود؟ يعني خصوصا هذه يعني مسألة مهمة جدا هذه الأيام، مع ورود تقارير بأن هناك هروب أو نفاد لبعض العناصر الإرهابية من تونس إلى ليبيا والعكس أيضا، ما الذي سيحدث في هذا الصدد؟ طبعا بالتأكيد في ظل هذه الفوضى اليوم نتحدث عن أكثر من 20,000 عنصر أجنبي، سواء كان من القوات الأجنبية خصوصا القوات الروسية والقوات التركية، وكذلك أيضا المرتزقة السوريين والجنجويد، وحتى يعني من دول عربية أخرى من مصر ومن تشاد ومن كثير من هذه الدول. أعتقد في ظل هذه الفوضى بالتأكيد ظاهرة الإرهاب ستتفشى بشكل كبير. صحيح أن المركز الأساسي تم القضاء عليه في مدينة سرت من خلال طبعا عملية البنيان المرصوص، ولكن هناك بالتأكيد كثير من الأفراد يسلكون طريقة الذئاب المنفردة، ورأينا يوم الأحد الماضي 4 ضربات جوية لطيران مجهول يرجح بأنه راجع لقوة الأفريكوم، الذي الحقيقة هذه القوة ساهمت مساهمة كبيرة جدا
فيما يتعلق بالضربات الموجعة لهذا التنظيم في عديد المرات منذ سنة 2011. طبعا لا ننسى أيضا التحديات أيضا الأخرى التي تواجهها الحكومة، خصوصا ورود بالأمس فقط تقارير خبراء فريق خبراء مجلس الأمن الدولي المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وتهريب البشر وأيضا تهريب الوقود، وكذلك العمليات الرشوة التي استخدمت في طبعا العملية الانتخابية إبان ملتقى الحوار السياسي الذي طبعا هذه العملية التي جرت في الأول من الأول إلى الخامس من شهر فبراير الماضي. أعتقد أن هناك طبعا جلسة لمجلس الأمن يوم 24 من مارس الجاري، وهناك وهذا ما رجحه الكثير من المراقبين أن هناك قرارات من مجلس الأمن تتعلق بعقوبات ضد الأفراد الذين طبعا مارسوا سواء كان عملية الرشا أو المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. نعم، أنا أشكر مداخلتك معنا لهذا النهار المتحدث باسم مبادرة القوى الليبية محمد شبار، شكرا جزيلا لك. مع توجه العديد من دول العالم وبعض الدول العربية أيضا إلى الطاقة المتجددة، يبقى مصير معظم الدول الشرق أوسطية رهينا بالطاقة التقليدية، وهنا حديثنا عن الكهرباء. تعاني العديد باسل من الدول العربية من عجز كبير في ميزان الطاقة ما بين الإمكانيات والحاجات، مثل لبنان والعراق والسودان وغيرها من الدول، فيما اتجهت دول أخرى إلى وضع ثقلها الاقتصادي في مجال الطاقة فتحولت من دول مستوردة إلى مصدرة للطاقة. انطلاقا من هذا التفاوت بين دول المنطقة، صادق الاتحاد العربي للكهرباء على خطة جديدة لتحديثه بهدف تعزيز الأمن الطاقي وموثوقية أنظمة الطاقة في العالم العربي ودمج الطاقات المتجددة وتعزيز حصتها ضمن المزيج الطاقي. إذن خلينا الآن نستطلع بعض الأرقام حول حجم عجز الكهرباء في البلدان العربية بحسب مصادر رسمية. نبدأ من العراق، حيث يبلغ الاستهلاك في ساعات الذروة خلال أشهر الشتاء حوالي 19,000 ميجاوات، بينما قدرة الإنتاج 11,000 ميجاوات، هذا طبعا وفق أرقام وزارة الكهرباء في العراق. وفي لبنان تبلغ حاجة البلاد من الطاقة حوالي 3,000 ميجاوات، أما الطاقة المتوفرة في المعامل معامل إنتاج الكهرباء لا تتجاوز 1,200 ميجاوات في أحسن الأحوال كما يقول المختصين. وفي السودان أوضحت وزارة الكهرباء أن عجز انقطاعات الكهرباء في البلاد يعود أن حجم الطاقة المنتجة يبلغ 2,220 ميجاوات، مقارنة بارتفاع الطلب من جانب المستهلكين إلى نحو 3,020 ميجاوات. أما في المغرب فبحسب الأرقام التي أعلن عنها المكتب الوطني للكهرباء، فإن القدرة الكهربائية المنتجة وصلت حوالي 10,557 ميجاوات مع نهاية سنة 2020. وأخيرا في ليبيا يبلغ عجز الطاقة الكهربائية في البلاد خلال فصل الشتاء 1,000 ميجاوات، ويصل إلى 2,500 ميجاوات خلال الصيف بحسب الشركة العامة للكهرباء. إذن الكثير من الدول العربية تواجه عجز في الكهرباء، لذلك بدأت مشاريع الربط الكهربائي بين عدد من الدول لتعويض هذا العجز. الأردن كان لها خطوات عديدة في ملف الربط الكهربائي. الربط البيني الكهربائي بين الأردن ودول مجاورة هو ما تسعى إليه السلطات في الفترة الحالية من خلال وضع أطر تشريعية وتهيئة البنية التحتية لتعزيز مبدأ تبادل الطاقة والتخفيف من حدة تداعيات كورونا على اقتصادات الدول المتأثرة والوصول لمفهوم السوق المفتوح للطاقة مستقبلا. لدينا خط ربط مع الجمهورية العربية المصرية فاعل وشغال في موضوع الطاقة الكهربائية، أيضا لدينا خط ربط مع سوريا، ونعمل على خط ربط مع الجانب العراقي. من جانب آخر هناك اتفاقية مبادئ مع الجانب السعودي لغايات مشروع ربط واعد. هذا كله من شأنه أن يعزز منظومة الربط البينية ما بين الدول العربية.
تأسس الاتحاد العربي للكهرباء في ثمانينيات القرن الماضي، وعمل بشكل كبير على مقاربة وجهات النظر بين البلدان من أجل إنجاح التشاركية في تنمية وتطوير قطاع التوليد والنقل والتوزيع للطاقة الكهربائية في الوطن العربي، إلا أن التجاذبات السياسية فرضت نفسها على مشاريعه لتعرقل بعضا منها، وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق والذي أعلن منذ 4 سنوات. لابد أن تكون قرارات الاتحاد العربي مربوطة أيضا في القرارات السياسية لتذليل العقبات وبالتالي السماح لوجود كهرباء في الدول التي تحتاج كهرباء. على سبيل المثال ما زلنا نتكلم في موضوع الربط الكهربائي ما بين الأردن والعراق منذ 4 سنوات، ما زال العراق يحتاج للكهرباء وما زال الأردن لديه قدرة لتصدير الكهرباء. مشاريع عديدة للربط والإنتاج الكهربائي وأخرى للطاقة النظيفة لم تسلم هي الأخرى من تداعيات الجائحة وآثارها، تتجه الأنظار إليها اليوم من قبل حكومات مختلفة لتكون في المستقبل القريب وسيلة لتحسين الاقتصاد ومواجهة أزمة الطاقة عالميا. تحديات عديدة تواجه الاتحاد العربي للكهرباء وفي مقدمتها جائحة كورونا التي عصفت باقتصادات دول عربية وأجنبية أوقفت العديد من المشاريع، واليوم يحاول مسؤولون إعادة إحيائها والسير بخطى ثابتة تجاه تنفيذها ووضع البنية التحتية، وفي مقدمتها الربط الكهربائي بين البلدان العربية. حيدر العبدلي، الحرة، عمان. وأمام حالات العجز الكهربائي في عدة دول بدأ الاتجاه نحو الطاقة البديلة، وتسعى اليوم الجزائر إلى استقطاب وتشجيع العاملين في الطاقات البديلة، وقد عكس بالفعل معرض الكهرباء والطاقات المتجددة هذا التوجه بالإضافة إلى اهتمام المستثمرين بهذا المجال. تعمد الجزائر إلى تنويع احتياطاتها من الطاقة النظيفة، لاسيما وأنها تمتلك وفق خبراء قدرات هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهي إمكانات تنتظر حسن الاستغلال قياسا على احتياطاتها من الطاقة الأحفورية. إمكانية الجزائر نعطيك نقطة مهمة، مثلا نهزوا الطاقة الشمسية هي ما يعادل 60 مرة الاستهلاك الأوروبي، وبالنظر للإمكانيات الحالية تاع الجزائر من الأفضل نبدأ بشبكة غير متصلة بشبكة كهربائية، يعني كما نسميها احنا الأوف جريد، وين كاينة طاقة متجددة الشمس، طاقة رياح، ماء، أي حاجة نستغلوها محليا. ولترشيد الاستهلاك أطلقت الجزائر مناقصة خاصة لإنتاج 1000 ميجاوات من مصادر الطاقة الشمسية عبر 10 ولايات في الجنوب في شهر جوان المقبل. ترشيد استهلاك الطاقة التقليدية وبناء نموذج من طاقة جديد قائم على الطاقة البديلة بعيدا عن النفط هو ما تسعى إليه الجزائر في ظل التحولات الاقتصادية مع تراجع مواردها وانخفاض احتياطها من النفط والغاز. محمد جراد، الحرة، الجزائر. معنا الآن من القاهرة رئيس برنامج دراسات الطاقة بمركز دراسات الأهرام الدكتور أحمد قنديل. صباح الخير عليك دكتور أحمد. دعنا نبدأ في البداية دكتور أحمد بأحد الأحلام العربية المشتركة، أو بمعنى صح السوق العربية المشتركة للكهرباء. في البداية ما هي المشاكل التي يمكن أن يحلها وجود مثل هذه السوق؟ صباح الخير على حضرتك وعلى حضرات السادة المشاهدين. بدون شك هذا الحلم بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء أحد الأحلام التي بنيت عليها الجامعة الدول العربية مشروعها للتكامل الاقتصادي والاجتماعي بين شعوب ودول وحكومات الدول العربية. هذه السوق الحقيقة كان هناك اهتمام بها على مستوى القمة العربية منذ عام 2001 في قمة عمان، تم وضع هدف الوصول إلى هذه السوق لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إلى جانب طبعا تحقيق الوحدة العربية في النهاية على غرار ما حدث في الاتحاد الأوروبي عندما بدأ الاتحاد الأوروبي أول مشروعاته للطاقة، وبعد ذلك توسعت مشروعات التكامل
التكامل حتى وصل إلى مرحلة الاتحاد الكامل في أوروبا. الدول العربية أيضا كان لديها نفس العلم في أن تعيد هذه التجربة وأن تصل إلى الوحدة العربية الكاملة من خلال مشروعات الطاقة. أيضا هناك فوائد إلى جانب السياسي، هناك فوائد اقتصادية كبيرة، منها زيادة الطاقة المتبادلة بين الدول العربية، لأن التبادل التجاري في مجال الكهرباء والغاز من شأنه أن يرفع حجم التبادل التجاري بين الدول العربية بشكل كبير. فعلى سبيل المثال في العشر سنوات الأخيرة كان متوسط التبادل التجاري في الكهرباء كان يتراوح بين 3000 إلى 4000 جيجا وات ساعة سنويا، وده معدل بسيط للغاية، في حين أن الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية بتؤكد على إمكانية أن يحدث تبادل في الكهرباء على وجه التحديد يصل إلى 73000 جيجا ساعة سنويا، من 4000 إلى 73000 هناك يعني أفق واسع لتحقيق التبادل التجاري. أيضا إنشاء السوق المشتركة للكهرباء من شأنه أن يوفر تكلفة إنشاء محطات توليد جديدة لتلبية احتياجات بعض الدول العربية اللي ذكرها التقرير لديكم، بدلا من إنشاء هذه المحطات بتكاليف استثمارية عالية. التبادل التجاري من شأنه أن يساعد هذه الدول في تلبية احتياجاتها أثناء ذروة الاستهلاك. نسبة العجز في بعض الدول العربية مثل العراق تعتبر يعني مخيبة، رغم أنها يعني من الدول المصدرة للنفط. برأيك لماذا تراجعت مستويات هذه الدول في مجال الطاقة؟ هناك عوامل كثيرة في مقدمتها بدون شك عدم الاستقرار السياسي والأمني في هذه الدول، زي ما حضرتك عارفة العراق وليبيا شهدت يعني أوقات عصيبة خلال العشر سنوات الماضية، ده جعل كثير من المستثمرين والشركات تحجم عن ضخ استثمارات جديدة في هذه الدول لارتفاع نسبة المخاطرة بها. أيضا تشوه الهياكل السعرية لأسعار الطاقة في هذه الدول وتقديم دعم كبير لمنتجات الطاقة سواء الكهرباء أو الغاز أو منتجات البترول المختلفة، ده كله أيضا يعني جعل البيئة الاستثمارية والتجارية لإقامة مشروعات جديدة بيئة غير جذابة على الإطلاق. أيضا احتقار الدولة في هذه الدول أو احتقار الحكومات في هذه الدول لإنتاج وبيع الكهرباء الحقيقة يعني ساهم بشكل كبير في ضعف الجدارة الائتمانية لمؤسسات الكهرباء أو الشركات العاملة في مجال الكهرباء، وبالتالي مؤسسات التمويل الدولية أحجمت عن مساندتها في ضخ استثمارات جديدة بها، وبالتالي كل هذه العوامل الحقيقة ساهمت في حدوث عجز هائل في الكهرباء في الدول اللي حضرتك ذكرتيها وغيرها من الدول العربية. طيب دكتور أحمد، يعني في الفترة الماضية كما نعرف كانت هناك عراقيل كثيرة يعني أمام تفعيل هذه السوق العربية المشتركة التي تحدثت عنها، ولكن في الفترة الأخيرة ومع تصديق الاتحاد العربي للكهرباء على الخطة الجديدة التي تحدثنا عنها، خطة التحديث بهدف تعزيز الأمن الطاقي في المنطقة، هل تعتقد أن الفرصة اليوم سانحة لكي تتحد الدول العربية على مستوى الطاقة؟ هل هناك نية أكبر لتفعيل هذه السوق؟ أعتقد أن هناك نوع من التفاؤل والارتياح لإمكانية اتخاذات خطوات واسعة لتحقيق السوق العربية المشتركة للكهرباء، خاصة أن هناك يعني مقومات كثيرة تدفع في اتجاه هذه السوق، لعل في مقدمتها على سبيل المثال اكتشاف موارد هائلة من الغاز الطبيعي في مصر وشرق المتوسط، هذه الموارد يمكن أن تساهم بشكل كبير في إقامة مشروعات توليد الكهرباء من خلال الغاز. أيضا منطقة ما تزال تتمتع بكميات هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. طيب. التي يمكن يعني الاستفادة منها في الفترة المقبلة. كثير من دول العربية يعني واقعيا اسمح لي بس أسألك هذا السؤال، اليوم كيف هي الإمكانيات في الدول العربية فيما يتعلق بالطاقة المتجددة بشكل عام؟ سريعا من فضلك.
الدول العربية لديها إمكانيات هائلة في هذا المجال زي ما حضرتك عارفة. أيضا هناك التزامات أصبحت موجودة على هذه الدول لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وترشيد كفاءة استخدام الطاقة نتيجة دخول اتفاقية باريس لمواجهة التحول المناخي حيز التنفيذ. هذه الاتفاقية تساهم في المجهود العالمي لوقف الاحتباس الحراري والمحافظة على عدم ارتفاع درجة حرارة الأرض. وبالتالي أيضا الدول المتقدمة والغنية أصبحت أكثر استعدادا لمنح تمويل لمشروعات الطاقة المتجددة، لأن ده أيضا يعني واجب عليها والتزام ومسؤولية بناء على اتفاقية باريس. وبالتالي أعتقد أن الفترة القادمة سوف تشهد قفزة كبيرة في هذه المشروعات. لدينا في مصر أيضا تجربة واعدة في هذا المجال. مصر وضعت هدفا للاعتماد على الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 لتصبح 42% من إجمالي الطاقة المولدة في البلاد. وأعتقد أن معظم الدول العربية إن لم يكن كلها أصبح أيضا لديها أهداف طموحة في هذا المجال. وده الحقيقة بيدي يعني خريطة طريق للمستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية إن هي تضخ استثمارات جديدة في هذا المجال. أشكرك على وجودك معنا هذا الصباح، رئيس برنامج دراسات الطاقة بمركز دراسات الأهرام الدكتور أحمد قنديل، شكرا جزيلا لك. الآن راح نتكلم عن إحصاءات للنقل في بريطانيا. طبعا تتكلم عن ارتفاع في نسبة استخدام الدراجات الهوائية وأيضا تبني نمط السير في التنقل بدلا من استخدام وسائل النقل العام خلال جائحة كورونا. طبعا هذا في التوازي مع ذلك حنتكلم عن أنه بدأت هذه السلطات المحلية أن تحسن البنية التحتية حتى تشجع الناس أكثر على استخدام الدراجات في محاولة للسيطرة على تفشي الوباء. خلينا نتابع هذا التقرير. وسائط النقل العام في لندن باتت شبه خالية بعدما هجرها كثيرون استجابة لطلب السلطات بعدم التنقل من خلالها إلا للضرورة بسبب تفشي فيروس كورونا. وسائط النقل في بريطانيا كانت تزدحم بملايين الركاب يوميا وبالكاد تجد لك بها موطئ قدم قبل أن تتحول الأوضاع بسبب الجائحة، حيث أصبح السير على الأقدام أو ركوب الدراجات الهوائية وسيلة للكثيرين، ما دفع الحكومة لتوفير البنية التحتية المناسبة لتشجيع بدائل وسائل النقل العام. عملي في وسط لندن ليس كل يوم لأنني كبرت في العمر، لكنني عندما أذهب إليه أقوم بذلك باستخدام الدراجة بدلا من النقل العام. خلال الجائحة قمت باستخدام الدراجة كثيرا لأن الشوارع كانت فارغة ونشعر بأمان أكبر. قبلها كانت الشوارع خطيرة، السيارات والحافلات تحاول السياق بشكل سريع، لكن الآن أصبحت هناك مسارات خاصة لنا ونحن سعيدون بذلك. الطلب على شراء الدراجات الهوائية ازداد منذ بداية الجائحة فيما ارتفعت أسعار بيعها، حيث أشارت الإحصاءات إلى زيادة استخدام هذه الدراجات في عطلة نهاية الأسبوع بنحو 200% مقارنة بما قبل الجائحة. في بعض عطل نهاية الأسبوع كان هناك مثلا زيادة باستخدام الدراجات بنسبة 200% في لندن مقارنة بالعام الماضي. هذه زيادة مهمة تشير إلى رغبة في استخدام الدراجات. لماذا؟ لأن في وسائل النقل العام قد لا يريد الناس أن يكونوا بمساحة قريبة من بعضهم البعض، والذي ساعد في الأمر هو توسيع السلطات لمسار الدراجات الآمنة لتشجيع الناس لركوب الدراجات كوسيلة للتمارين وأيضا للاستمتاع بالمدينة والتقاط الهواء النقي. في لندن وبحسب تقديرات بلدية لندن فإن حوالي 750 ألف مستخدم للدراجات الهوائية يوميا، فيما تتوقع السلطات مضاعفة العدد بعشر مرات في المستقبل القريب. هي ليست هواية بل وسيلة نقل أساسية لكثيرين، بعضهم اعتمدها بمجرد تغيير الوباء سلوك كثيرين. هذا السلوك تحديدا لا يرغب البعض في تركه عند اختفاء الوباء، وفي المقابل يستمر العمل لتحسين وسائل الراحة والأمان لها في الطريق. عمر شاكر، الحرة، لندن.
وبالانتقال الآن إلى لبنان، حيث أطلق الاتحاد الوطني لشؤون ذوي الإعاقة في لبنان حملة للمطالبة بإعطاء أولوية التلقيح طبعا ضد كورونا المستجد لذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين معهم، من خلال إضافة خانة خاصة بهم على المنصة الرسمية للتلقيح في لبنان. وقامت بعدها بالفعل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان اللبناني بإصدار توصية لتنفيذ هذا الإجراء على الفور. بصعوبة تستطيع بيرتا تدريس ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة عن بعد، وهي مثل كثير من الأمهات تطالب بعودته إلى مركز العناية بعد إعطائه اللقاح ضد فيروس كورونا. مشكلته أنه بده اختصاصيين بالنطق، بالسمع، بالحسة، بالحركة، بده رفقة، بده كتير. أونلاين ما في جورج، لأنه جربنا كمل هيك. أنا بطالب من الدولة اللبنانية الأولاد هيدول أحق منهم باللقاح. الاتحاد الوطني لشؤون ذوي الإعاقة أطلق حملة بعنوان حمايتهم أولويتنا، لمطالبة وزارة الصحة اللبنانية بإعطاء اللقاح لهذه الفئات لتأمين عودتها، خصوصا بعد وفاة طفلة أثر إصابتها بكورونا. الهدف من الحملة اللي أطلقها الاتحاد هي شغلتين، انه اذا بنقدر نقرب المهله من البي، الخطوه الثانيه لاقرب هن والفريق، والشغله الثانيه انه المنصه ينزل عليها بما يلائم الاحتياجات الخاصه والاشاره لإلهم والمؤسسات المتواجدين فيها. طبيا يواجه هؤلاء الاطفال خطر ضعف مناعتهم، بالاضافه الى عدم قدرتهم على التاقلم مع شروط الوقايه اللازمه. هول الولاد معرضين يعملوا اشتراكات صحية ومشاكل صحية أكثر من غير ولاد. تاني سبب مثلهم مثل باقي الولاد بيقدروا يلقطوا هذا الفيروس وما يعملوا عوارض وبيقدروا يقعدوا عيالهم وأهلهم. ثالث سبب، دراسات كلها بتقول انه الطعم صار فينا نعطيه عند الاولاد اللي عمرهم فوق 16 سنه، امن ما في خطوره ابدا. وسط ذلك نجحت الجمعيات بالحصول على توصيه من لجنه حقوق الانسان النيابيه باعطاء اولويه في عمليه التلقيح لذوي الاحتياجات الخاصه. وهون بحب اقول للمسؤولين عنا بلبنان انه اي حدا من ذوي الاحتياجات الخاصه ما بيتلقى اللقاح وبيتعرض لاي مضاعفات صحية، هاي بتكون جريمة بتخالف المواثيق الإنسانية والدولية، بقى ساعدونا لنتلقح ونحمي حالنا. منذ يناير الفائت تقفل المدارس أبوابها، ورغم اتخاذ مراكز العناية بذوي الاحتياجات الخاصة كل الإجراءات الوقائية لم يسمح لها بإعادة فتح أبوابها. يؤكد أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة أو أصحاب الإرادة الصلبة كما يفضلون تسميتهم حق أطفالهم بتلقي اللقاح ضد كورونا، وهم يعتبرون أن من أصدر قرارا بتلقيح النواب يمكنه إعطاء الأفضلية لهذه الفئة من المجتمع التي لطالما أهملتها الدولة اللبنانية. من بيروت، جوال الحاج موسى، الحرة. زادت أزمة كورونا من الضغوطات على بيئة العمل وأيضا على المجتمعات بشكل عام، فوصلت نسبة البطالة، بطالة الشباب والمحتاجين، إلى أرقام قياسية في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا. طبعا هذا ليس مجرد كلام عابر، بل تصريحات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، التي تصف الوضع الكارثي في المنطقة والذي أصبح فيه الشباب والأطفال الضحية الأكبر للعنف المستمر. ومع هذا الواقع المؤلم، أكدت المنظمة أن هناك بصيص أمل، شرط إقامة علاقات جيدة أو جديدة ما بين الحكومات أو حكومات المنطقة والشباب بعد هذه السنوات من الصراعات في المنطقة. دعونا الآن نلقي نظرة على الأرقام التي أصدرتها منظمة اليونيسف حول نسبة الشباب المحتاجين بسبب العنف في الشرق الأوسط. تقول المنظمة إنه بعد عام 2011 تعرضت حياة الشباب ومستقبلهم للتهديد بسبب تزايد الصراعات في منطقة تضم 124 مليون شاب، أي 26% من إجمالي السكان. ووفقا للمنظمة يحتاج 38 مليون طفل ومراهق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مساعدات
إنسانية، وهو أكبر عدد في العالم بحسب المنظمة. والأمر نفسه ينطبق على البطالة التي يبلغ معدلها 29% في شمال أفريقيا و25% في الشرق الأوسط. وإذا كانت هذه تعتبر نسبا عالية، فنسبة البطالة أعلى في صفوف النساء وتبلغ حوالي 40% في شمال أفريقيا والشرق الأوسط على التوالي. تقول المنظمة إن المنطقة تشهد زيادة مضطردة في العنف ضد الشباب، وإن نصف الانتهاكات الجسيمة ضد الشباب حول العالم في العام 2019 والبالغ عددها 28,000 وقعت في 7 دول فقط في منطقة الشرق الأوسط. ولكن باسل، ما هي خطط اليونيسف لحماية الأطفال والشباب من العنف؟ هذا اللي راح نعرف في مقابلة أجراها زميلنا حيدر العبدلي في الأردن مع المسؤول الإعلامي في مكتب اليونيسف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسن نابلسي. نتابع هذا اللقاء. بداية، يعني برأيك لماذا يضم العالم العربي عددا قياسيا من الشباب المحتاجين؟ الأوضاع الاقتصادية وضعف أو سوء في الحوكمة خلف أعلى نسبة من الشباب العاطلين عن العمل عالميا، يعني نسبة تقترب من 29% في شمال أفريقيا و 25% في باقي المنطقة، وهو رقم عالميا مهول. والنسبة أيضا مرتفعة بالنسبة للفتيات، تصل إلى حد 40%، وهذا قبل جائحة كورونا، فنتوقع أن الأرقام الآن ازدادت أكثر من ذلك أيضا. ما هي الأسباب المباشرة التي ولدت عددا قياسيا من ضحايا العنف؟ حقيقة الأسباب المباشرة هي النزاعات والحروب التي ولدت بالمقام الأول عدد كبير من النازحين واللاجئين في المنطقة، تقريبا 12 مليون طفل هم إما نازحين داخليا أو لاجئين. هذا بالإضافة إلى التعرض للبنى التحتية التي تخدم الأطفال من مرافق تعليمية ومرافق صحية وغيرها. ربما الجدير بالذكر انه التعليم يعاني اكثر شيء في 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 منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. احصائيه مؤخرا وردت انه 6 من 10 من الاطفال بعمر 10 سنوات لا يستطيعون قراءه او فهم نص مناسب لعمرهم. هذا يعكس ضعف في جوده التعليم، بالاضافه الى ملايين الاطفال خارج مقاعد الدراسه، وتعليم لا يؤهل الشباب للدخول والانخراط بشكل فعال في سوق العمل. تقرير اليونيسف ذكر أن إقامة علاقة جديدة بين حكومات المنطقة والشباب بعد 10 سنوات على اندلاع ثورات الربيع العربي يعطي بصيص أمل، لكن الأنظمة العربية على حالها والعلاقة بين الحكومات والشعب سيئة، لماذا برأيك؟ هناك حاجة لعقد اجتماعي جديد وعلاقة جديدة بين الشباب والحكومات، وتوفير مساحات وفرص للشباب للتعبير عن آرائهم والمشاركة بشكل فعال في أوطانهم. نحن اليوم في مرحلة حسب تقديرات البنك الدولي نحتاج إلى 300 مليون وظيفة للشباب في المنطقة بحلول عام 2050. هذا بوتيرة 800 ألف وظيفة يجب خلقها شهريا من الآن للاستجابة للعدد، عدد الشباب الذي سيدخل سوق العمل. حسن، ذكر التقرير أيضا أن زيادة في حالات العنف ضد الشباب تشهدها المنطقة، ونصف الانتهاكات وقعت في 7 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من هي هذه الدول؟ كيف يمكن وصفها؟ كيف قمتم بهذه الدراسة عليها؟ حقيقة تقوم الأمم المتحدة بمراقبة الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال بطلب من مجلس الأمن، وهذه الانتهاكات هي 6 انتهاكات، منها القتل أو إصابة الأطفال بجروح أو التعرض للبنى التحتية التي تخدم الأطفال مثل المدارس والمنشآت الصحية. طبعا تقوم اليونيسف بمراقبة هذه الانتهاكات في 7 دول، هي سوريا والسودان، ليبيا ولبنان واليمن والعراق ودولة فلسطين. الجدير بالذكر بأنه في عام 2019 28 ألف انتهاك سجل في العالم، نصفه تقريبا حدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا رقم صادم ويعبر عن مدى المعاناة التي يشهدها الأطفال واليافعين في المنطقة. هل هناك خطط من منظمة اليونيسف لتدارك الوضع الحاصل؟ نحن نتحدث عن 38 مليون طفل بحاجة لمساعدات إنسانية. 38 مليون طفل بحاجة لمساعدات إنسانية في المنطقة، وتقوم اليونيسف بزيادة، أو قامت اليونيسف خلال 10 سنوات الماضية بزيادة عدد برامجها للاستجابة للحاجات الملحة والمتزايدة في دول مثل سوريا واليمن والعراق وليبيا وغيرها. طبعا تعمل اليونيسف على عدة أصعدة، منها صعيد المياه، منها صعيد الصحة والتعليم وغيره. نحن مثلا هذا الأسبوع نمر
تمر على 10 سنوات ذكرى بداية الأزمة السورية. قامت اليونيسف على سبيل المثال في سوريا ودول الجوار بتوفير 3.7 مليون فرصة للتعلم الرسمي وغير الرسمي للأطفال. زودت أكثر من 5 ملايين شخص بخدمات المياه الصالحة للشرب، وقامت بتوزيع لقاحات ضد شلل الأطفال لحوالي 2.7 مليون طفل داخل سوريا. كيف يمكن مساعدة تلك المجتمعات ويتم إنقاذ شبابها وأطفالها من الضياع؟ حقيقة ربما يكون من أهم الأشياء التي ممكن فعلها هو الاستثمار في التعليم ورفع جودة التعليم وتوفير الأطفال والشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل المستقبلي. جدير بالذكر على سبيل المثال أنه 14 مليون طفل كانوا أصلا خارج مقاعد الدراسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل جائحة كورونا. نتوقع بأنه هذا العدد قد يكون ارتفع بسبب التداعيات الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه في آخر إحصائية قمنا فيها 40% أو 2 من 5 من الأطفال لم يصلوا للتعلم عن بعد، إما لأنهم لا يملكوا الأجهزة أو تغطية الإنترنت أو المساعدة الوالدية في منزلهم. فهنالك جيل حقيقة قد يهدد تعليمه في هذه المرحلة، ولذلك يجب تضافر الجهود لدعم قطاع التعليم وإعادة وضعه كأولوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مستقبل الشباب معرض كذلك لتهديد بسبب تزايد الصراعات وانخفاض أسعار النفط بحسب اليونيسف. هل هذا يعني أن مستقبل هؤلاء لن يستقيم إلا إذا انتهت الصراعات بشكل كامل في المنطقة؟ دائما مناشدتنا هي إنهاء الصراعات والحروب في المنطقة، لأنه الحل السلمي هو بارقة الأمل الوحيدة للأطفال واليافعين في المنطقة الذين هم أيضا مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أطلقت اليونيسف مناشدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبلغ 2.5 مليار دولار في بداية هذا العام، وهي تقريبا 40% من المناشدة العالمية لليونيسف. فهذا دليل على حجم المتطلبات، ولذلك نتمنى أن لا تنسى الحكومات أو الجهات المانحة عن احتياجات الأطفال في هذه المنطقة. مشاهدينا، بعد الفاصل، لن أسكت حملة كويتية لمواجهة التحرش ضد النساء، ابقوا معنا. بكم مشاهدينا من جديد. نصل الآن إلى موضوعنا عن التحرش الجنسي. في الفترة الأخيرة كثر الكلام حول هذه الظاهرة التي تتسع رقعاتها في المنطقة العربية بشكل عام. طبعا في الساعات الماضية سمعنا عن واقعة أو حادثة تحرش جديدة فجرت موجة غضب في مصر، بالتحديد مقطع مصور سجلته فتاة داخل عربة قطار مترو لرجل يحاول التحرش بها. لقطات طبعا أثارت ضجة كبيرة عندما نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على مندوب شركة تحرش بطفلة صغيرة أمام باب شقة بمدينة بدر بعد 4 أشهر من الهروب، وهذا يأتي بعد أيام على واقعة التحرش في المعادي. وفق شبكة أو أرقام شبكة أبحاث البارومتر العربي، تعد كل من مصر والسودان الأكثر معاناة من التحرش الجنسي الجسدي بين الدول العربية، إذ يقول 30 شخصا من بين كل 100 شاركوا في الاستطلاع إنهم تعرضوا لمثل هذا الأمر خلال 12 شهرا التي سبقت الاستطلاع. وتساوت نسبة التحرش الجسدي في الجزائر والمغرب عند حوالي 23%. وجاء لبنان في المرتبة الثالثة في ممارسات التحرش الجسدي بنسبة 19%. وصنفت نتائج الاستطلاع ليبيا والأردن وتونس كأقل الدول التي تحدث فيها حالات تحرش، إذ تراوحت النسب بين 5 و7%.
وفي الكويت لم يختلف الحال كثيرا، إذ أثار إطلاق ناشطات نسويات كويتيات حملة لفضح التحرش المتزايد المسكوت عنه في البلاد تحت شعار لن أسكت. هذه الحملة أثارت ردة فعل على الصعيد الاجتماعي وأيضا على الصعيد القانوني عقب تولي عدد من النواب اقتراحات قوانين لمكافحة التحرش في وقت لا تملك فيه الكويت قانونا رسميا يحارب التحرش. طبعا هذا بحسب ما يشير خبراء قانونيون. طبعا هذه الحملة وجدت رفضا من بعض المغردين على تويتر، ومنها سارة التي غردت موجة نسوية قادمة الله يستر منها راح تغرق المجتمع وتضيع جيل كامل. بدوره ذكر ماجد الرويلي عندما تتحول مكافحة التحرش إلى متاجرة بالشرف وإساءة للمجتمع ومخاطبة لوسائل الإعلام الغربية، فثق تماما أنك أمام حملة مشوهة تديرها نسوية، خصوصا عندما تعلن سفارات دول غربية دعمها. كما كتب عبد العزيز التركي عبر حسابه: ظاهرة التحرش موجودة في كل بقاع الأرض بما فيها أطهر بقعة وهي مكة المكرمة، وهذه غريزة بشرية وأمر طبيعي جدا. نعم هناك البعض أو بعض المضايقات تحدث، وهذا ما يسمى بالعمية، وجهه مغسول بمرق. كما أن الفتيات يتحملون الجزء الأكبر، فهل يعقل أن تأتي فتاة بكامل زينتها للممشى؟ فيما رد عليه محمد، رد على تغريدة عبد العزيز رافضا ما قاله وطلب منه أنه يروح يشوف الحال في دبي، ما تقدر تتحرش لأنه العقوبة قاسية، لكن العقوبة لما ما تخاف منها فرح تسوي أكثر من كده. الحقيقة أنا كان نفسي رؤى أشوف تعليقات أو ردود على عبد العزيز تركي وتعليقه أنه التحرش الجنسي موجود في كل مكان وأنه غريزة بشرية طبيعية. يعني أعتقد محتاج نشوف التعليقات عليه كانت عاملة إزاي أيضا. لكن عموما للتعليق أكثر والحديث والنقاش معنا من الكويت المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة السيدة نيفين معرفي، أهلا بك معنا سيدة نيفين. يعني جدل كبير حول هذا الموضوع كما رأينا الآن على السوشيال ميديا، الأغلبية ترى أن هذه الحملة مدعومة من الخارج، بينما آخرون يرون أن ما ترتديه المرأة هو السبب. من أين تبدأ رحلة محاربة التحرش في رأيك؟ ظاهرة التحرش كما يدعي البعض أنها ظاهرة هي موجودة بالسابق منذ زمن بعيد، ولكن جيل اليوم اختلف عن الجيل السابق من المرأة. المرأة اليوم صار في انفتاح بالسوشيال ميديا، صار في انفتاح على العالم الثاني وجميع الدول، فاليوم المرأة صار عندها جرأة بأن هي تشتكي التحرش اللي يقع عليها. في السابق كانت تسكت، سواء كان هذا التحرش وظيفي مهني عن طريق الزمالة، سواء كان هذا التحرش اللفظي لما الوحدة تروح تمشي أو تمارس حياتها الطبيعية في الشارع العام. لا يوجد أي قانون أو تشريع اليوم يغلظ العقوبة على المتحرش، وهذه المشكلة اللي صار فيها ضجة كبيرة إعلامية وأيضا ضجة من المرأة اللي صارت ما تقدر اليوم تتحمل وضعها إذا راحت أي مكان يتحرشون فيها. البعض يقول إحنا نلوم المرأة طريقة لبسها طريقة كذا. المرأة الكويتية محتشمة وتلبس لبس طبيعي، وما أشوف أنا إن هي تجاوزت الحدود في القانون والعادات والتقاليد، ولكن قد يعني لعدم وجود رادع يحد من هذه الظاهرة ويجعل حرية المرأة في التنقل بما جاء بالدستور الكويتي، هذا كان سبب لأن تكون فعلا ظاهرة اليوم في جيل البنات اليوم. هناك جانب آخر، هناك من يتحدث عن ضرورة إضافة موضوع التحرش وما تتعرض له النساء في المناهج التربوية بهدف زيادة الوعي لدى الجيل الجديد، إذا كان هذا الجيل قد فسد فربما الأمل في الجيل القادم. نعم أنا اليوم أطالب بتشريعات خاصة تغلظ العقوبة في جرائم التحرش وفق ما جاء بالدستور الكويتي، حرية التنقل، الحد من حرية تنقل المرأة من مكان إلى مكان. وفي قضية صارت في ممشى، إحدى الفتيات تمشي وحاول واحد يعاكسها، فيا أبوها يدافع عنها عن بنته وعن عن وضعها أن هي لها حرية أنها تمشي، وأيضا صارت له مشكلة. فبالتالي من آمن العقوبة أساء الأدب. إذا أنا اليوم في ظل التشريعات الحديثة وفي ظل التكنولوجيا الحديثة والانفتاح الكبير بالسوشيال ميديا بحاجة إلى تشريعات وعقوبات مغلظة، وليس ما جاء بقانون الجزاء الكويتي القديم اللي هي تعتبر جريمة التحريض على الفسق والفجور.
إضافة إلى ذلك أنا بحاجة إلى وضع كاميرات مراقبة كشهادة تكون لكل فتاة أو امرأة تعرض لهذه الإساءة. هي تعتبر عنف ويعتبر أيضا إساءة لها، كون أن لها حرية بأنها تتنقل كما تشاء، مو من حق أي إنسان أن يتعرض لها سواء تحرش كان لفظي أو جسدي. فاليوم أنا أنادي بتغليظ العقوبة ووجود قانون خاص في هذا التحرش والعنف اللي يقع على المرأة بشكل خاص والعنف الاجتماعي بشكل عام. فإذا وجدنا بأن إحنا اليوم بنات كثير ونساء كثيرات يعني قاعدين ينادون بوجود قانون للحد من هذه الظاهرة، إذن أنا اليوم بحاجة إلى تشريعات فيها عقوبات مغلظة وليست تشكل يعني عادة يعني تكيف تحريض على الفسق والفجور، واحتاج شهود واحتاج بيانات كبيرة وايد صعب. أساء الأدب وهناك طرق لإثبات التحرش. أنا أشكر مداخلتك معنا لهذا النهار المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة نيفين معرفي، شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء. وأكيد لا تنسوا ترسلونا بأراكم على مواقع البرنامج. في أمان الله. والآن وقفة مع أهم ما جاء في حلقة اليوم. حجم التبادل التجاري صحيح أنه تقهقر بشكل كبير خصوصا في ظل جائحة كورونا، وأيضا الجانب الآخر هو جانب الفوضى الذي مر بليبيا بعد سنة 2011. هذا الحلم بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء أحد الأحلام التي بنيت عليها الجامعة الدول العربية مشروعها للتكامل الاقتصادي والاجتماعي بين شعوب ودول وحكومات الدول العربية. اليوم المرأة صار عندها جرأة بأن هي تشتكي التحرش اللي يقع عليها. في السابق كانت تسكت سواء كان هذا التحرش وظيفي مهني عن طريق الزمالة سواء كان هذا